وأحب من بين النساء فريدة وجمالها فوق الجمال جميلة، كي لا تقول بذات يوم صاحبي يا ليتني لم أتخذه خليلا، فرقتها أخشى عقوبة خالقي لا يقبل الفعل الرذيل فضيلا. نسيت شيئا لا يضر بحبها حين ذكرتها بكرة وأصيلة وكأنها بالقلب وحي محمد، ليست كما التوراة والإنجيل متعهد الرب السماء بحفظه لا تقبل التحريف والتضليل.